ألف سلامة يا ابني. ما تحكي يا ابني، ما انا قلت لك عندي فقدان ذاكره. ما تقول لي ماله عم سمير وصفارته ايه. ايوه ايوه، انت عايز تعرف القصه. لا، عم سمير ده كان حكم كوره زمان، وكان بيحكم ماتش مهم قوي بين الاهلي والدواجن. فرقه اسمها الدواجن فعلا ولا انا حالتي بتسوق؟ لا لا، هم اسمهم كده. هي فعلا كانت فرقه ضعيفه، وكان اول ماتش ليها في الممتاز، بس كانوا عاملين ماتش قدام الاهلي يا ابي نار. فضلوا متعادلين لحد اخر دقيقه، وكانت هي دي النقطه اللي هتخليهم في الدوري. عمك سمير بيدور على السفاره ما لقاهاش، معرفش ينهي المباراة. الأهلي يسكت، فضلت بقى المباراة شغالة. الأهلي فضل يحط فيهم إجوان للصبح، 85 جون يا أبي. يا ساتر يا رب. لا سواهم. أيوه حشاهم إجوان. عشان دواجن بقى فحشاهم وكده. سواهم على الجنبين. فاهم. نتف ورشهم. لا لا عظيم، الإجوان كانت نازلة عليهم زي الرز. أو زي الفريق يعني. مثلا. لا والدواجن برضو يعني كانوا بيلعبون بالاشبال كتاكيت يعني. حبيبي ما خلاص، انت لازم تخلص افهات الدواجن كلها. ما خلاص فقست انا الفكره. شفت مستفز الموضوع. ما انت اتزحلقتني معاك بقى خلاص.